السلام عليكم حبيباتي صباح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير وقبل ما نبداو نشوفو هذا الفيديو المتنوع نصلو كامل على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اول حاجه حبيت نوريها لكم هو هذا البويواغ البنات من لا مارك تيفال اكثر من رائع آه فيه دو زوبسيون البنات نقدروا نغلو فيه الماء ونقدروا نوجدوا فيه تيزانه دوك تشوفوه معايا هنايا هذا لو تاعو لي فيه لا بيان سير. جاي تاع السجاد السجاد ديالو فريمون خشين اكو تعرفو لا هادي راهي غنيه عن التعريف لكن هاد البويواغ ولا السخان آه الكهربائي فريمون آه آه عجبني حتى التم المهم شوفوا واش يجي فيه يجي فيه هاد لو فيلتر اللي تما نديرو فيه التيزانه لويزه النعناع لاتاي راكو تشوفوا في اخر الفيديو وجدت فيه لاتاي واش نقول لكم جا من يديكم ونقدروا بيان سور هذاك نستعملوه كي الفيلتر ونقدروا ثاني آه نغلو وفيه فيه الماء عادي كاين بزاف فيكم اللي دائما يسقسوني على البولواغ تاعي يقولوا لي اسكو مليح وين شريته المهم هذا عجبني بالبزاف لاننا نقدروا نديروا فيه لي زانفوزيون تاعنا لي تيزان لا لتي كمسخن للماء عادي انا هنا راح نجربوا معاكم يعني حندشنو قدامكم. في هاد القفله اللي نشعلوها عادي يشعل واحد الضوء غوج وجاي بلو وفي هذا لو على اليمين اللي فيه درجه الحراره معناتها تحبو 75 80 90 درجه كاين دي تيزان لي ما بزاف الماء سخون المهم نقدرو نتحكموا في درجه البولوار تاعنا فوالا شوفوا هنايا يدير ان بيب سونور ويجي فيه كلي اه الضو فريمون تري تري جولي و دركا راح نشارك معكم هاد المنظمات اللي شريتهم من اريج البنات اخي وعدكم قلت لكم كي ننظم فيه دوزاني نوري لكم شوفوا هاد السليلات حطيت فيهم كامله اه يعني المارغارين والزبده ديالي يعني نخدم بهم يوميا جايين تقال وبزاف اخوات قالوا لي الدخله تاع المارشي اللي دخلتي منها البنات انا دخلت من جهه المارشي كاينه غران باركينغ يعني وين تستاسيونيو وي خي بارطاجيت معكم لي فوتو شوفوا هنايا بلوتو لا فيديو شوفوا هنايا هاد لابوات هذه هادي اللي درت فيها الحشيش والمعدنوس وغلقت عليها وانا نرجع لكم بالخبر يعني الحشيش والمعدنوس شحال يقعد معايا خضر ومفلفل وبالنسبه لا إيه كارت دو فيديليتي البنات يعني ايه كاين لا كارت دو فيديليتي يديروها لكم دومونديوها فلاكاس يعني يديروها لكم ومن بعد يعني كي تقضوا عليهم عندكم بونوس كاين ميم لا كارت هذيك انتر بانكير لا كارت بايونت سيب تانيك بالنسبه للناس اللي ما يرفدوش اللي كيد معاهم ويمشوا بلي عندهم اد سيستم يعني آه شكرا على التعليقات الجميله وفرحت كيف فرحتوا بهذيك لا فيديو ربي يفرحكم ان شاء الله وكما يقولوا ناس الزمان اللي ما يشري يتنزه هنا شوفوا البنات راح نبارطاجي معكم الفطور ديالنا اللي كان بسيط جدا انا هنا راني نوجد في الطابله آه لوليداتي طابله بسيطه فيها شلادة فيها لاسوب ودرت وبن وبنبي صلاه الناس هنا راني نوجد في هادوما طريشنات تاع البابي آه يعني رافقت يعني هذا الاطباق كيما راكو تشوفوا بالخبز تاع التوست تاع القمح الكامل وهذه هي مائده بسيطه لكن آه كيما راكو تشوفوا راقية مليح كي ما نحقروش وليداتنا اننا نحط لهم طابلة بطبع وشان فوالا هكا باش ينوضوا على هذا الشيء ويوالفوا هذا الشيء اما دركا راح نشارك معكم العشاء ديالي اللي كان جات محمر صباح البويون والعشيه الجج في الفوق يعني وصفه رائعه درتها بالخضره البنات وراح نشارك معكم هذه الفكره اللي عطاتني نتيجه يعني انا كي ندير كاش حاجه في الكوزينه ديالي وتجيبني انا نحب نشاركها معكم فوالا هنا الجات ديالي راه منقي مفحفح كيما راهو يشعل شعيل التوابل واش درت درت الملح درت راس الحانوت البنات درت فلفل الكحل ودرت شويه كسبر ودرت الزعتر وفلفل عكري والملح أنا بالكم باللي في الدجاج غنبدلو تابل مثلا نبدلو يعني تابل على تابل يعني راهي يتبدل الذوق سبحان الله هنا راس درت مع هادوك التوابل والزعتر البنات اللي يعطينا بنة رائعة يعني من اللي رحت المستغانة من الجاج ديالهم وفقت بلي مخدوم بالزعتر من هذاك الوقت ما وليتش نستغنى على هاد آه على الزعتر لانه يعطيني بنة رائعة زدت معهم مغرفة تاع الخردل وقطرة تاع الزيت وجدت تتبيلة اللي هي لا ماريناد اللي بشويه تاع الماء باش تولي لي كومون بات اللي نقدر ندهن بها الدجاج ديالي شوفوا البنات انا واش وليت ندير وليت باغ اكزومبل كي نجي نحمر الدجاج ندوز في لو بلاطو نغطيه بالورق تاع الورق هذاك تاع تاع الطبخ ونزيد له الورق الالومنيوم بابي بوغي ونزيد له الالومنيوم ونخليه بجاه كيما كيما تكونش بزاف سخانه نخليه لبرا كي تكون سخانه نحطو في الثلاجه هو يلحق الوقت باش نحمر الدجاج ديالي وانايا نحطوه في الفوق هذه الطريقه يعني تسهل عليكم و... والجاج والدجاج كي يشرب التتبيله يجي بزاف بنين شوفوا واش درت هنا حكمت زوج حبات تاع بصل درتهم هكا يعني اون لامال حطيتهم مع الدجاجه زاد كان عندي البدنجر. اي با قطعته خليته يتحمر مع الدجاج صدقوني جا غيمة رائع وكلمسة اخيره درت فلفل عكري ودرت شويه تاع الزبده بالمغرفه تاع القهوه رشقت الدجاجه ديالي وهذوك الخضره بشويه تاع الزبده وبعد غسلت هذاك الماعون اللي دائما كندير فيه التتبيله ونعاود نفرغو يعني نخليه الدجاج يطيب في الماء تاع الخضره ما نكثرش الميمان وتشوفوا كيفاش يطلقون باك لاصوص غطيته بورق الطهي هو الاولاني ودائما يعني شاركت معكم التدبيره كرفصوا الورق تاع الطهي الله شمخوه بشويه ما يعطيكم للطوع يتغلف معاكم لو بلاطو فاسيلمون فوالا وكاخر يعني لمسه هي البابيي الومنيوم باش الجاج يطيب في الفوار ديالو يعني انا با بوزوان نديرو لو الميماني كامله باش يجي فغيمون بنين بنين صدقوني الدجاج دوك تاع البيت ولا يجي ابن من تاع برا ويطيب زبدة شوفوا الدجاج ديالي شاهدكم ان شاء الله في الجنه آه يعني آه يجي بزاف بنين ويجي بان صوص هايله انا رافقته بشويه تاع الرز وهذاك البدنجل واش نقول سيو كي تحمروا الدجاج مع معاه البدنجل وتشوفوا لي محبي البدنجل يجي آه يدي يعني البنه تاع التحمر رائعه انا قسمت لكم شوفوا ستر كيفاش طاب زبده وطاب بنين حتى لقلبه يعني القلب ديالو جا بنين فوالا ان شاء الله برك قدرتوا تستفادوا من هذا الوصفه آه هنايا ثاني آه كاني رايحه نشارك معكم آه يعني لقطات من ابخي العشاء بيان آه سور تحطهم بنتي في لافيسيل ابخي انا هاد الماعن الكبار اللي ما يدخلوش ويدو لي مكان انا البنات لافيسيل نحب شوفوا الكيسان المغارف البلارات التباسة لكن السنيوات ولا كوكوت نحاول دايما نغسلهم بيدي وهناك تشوفوا الماعن اللي ما كفاتش البلاصه باسكو عليه رانا عندنا لما أنت توت دائما قلت لكم هذا الماء هادوما الكبار نغسلهم بيديها كان فحفح الحاله واليوم ديسيديت يعني ندير لهم صحراء <applause> قلت نطيب يعني لا في هذاك ديالي ونشوف يعني النتيجه ديالو بيان سور يعني نقدروا نديروا فيه لاتاي نقدروا نديرو فيه تيزانه يعني عجبني بالبزاف وحبيت نشاركو معكم وبالنسبه للناس اللي عجبهم يعني سخن الكهربائي وحبت يعني كاين بزاف دائما يسقسوني البنات أنا كنت تو صندوق الوصفه راكم تلقاو من مرحبا شوب جو كرو فوالا ايه سي اون دام تري جونتي هي اللي تباع عندها دي زارتيكل شابين دو كاليتي يعني فريمون ميم التعامل ديالها في المستوى فوالا هنا كيما راكم تشوفوا البنات آه راني آه نغسل بيان سور كي, كي نغسل المعنات لازم نجوز بهذاك لو جيل افيك آه جافيل ديالي لي, لي تاع ويعطيني ريحه شابه فريمون با عنده واحد لودور مانيفيك لودوغ تاع النقا ما هادو هما يعني هادي لا روتين لي ما منها مهرب فوالا وانا هاد اللقطات على بالي بليك تحبوهم وكل يشجعوكم يونسوكم راني فهمتكم وشكرا على كل وحده خلات لي تعليق جميل آه دعوه الخير والله صدقوني دعوة الخير ودائما جو سوي توشيك سي فري كو مانيش نقدر نريبوندي على كامل التعليقات لكن ست يعني على بالي بلي تحسو بيا هذا الشيء من انشغالات ديالي و كنتشوف راني نخدم يعني تري سوفون معاكم وهذا الشيء يدي لي بزاف بزاف يا خواتاتي من وقتي والله صدقوني يدي لي بزاف من وقتي ربي ان شاء الله يعيني ويعينكم هكذا راني شطبت الكوزينه بيان سور لا لافيت تتغسل وتتشلل وتستقطر مليح مليح باش نحطها في هذاك لو باني ونعاود نرجع نخليه حتى الدوزاني نشفو باش ومن بعد نمسحهم ونرجعهم بلاصتهم بيان سور دي فوا الوغ شوفوني كيفاش درت لاتاي حكمت هذاك السخان ديالي تاع الماء درت فيه أه الماء وحطيته يغلي هو الاولاني حتى ني سخون تري بيان اون بعدا كيلت قيس كاس هكا تاع اتاي ماشي معمر والماء درت ان تخو شويه فوالا دوكا انا هاد الصفايه نديها تحت العين نشل تري تري بيان نحاول انني ندير الماء شويه سخون ونشل اللاتاي ديالي هكذا اللي درت وبعدها هو غلى الماء وانا حطيته حطيته زدت عبصت على عليه وخليته يغلي بس كان الماء سخون آه سكيفي خليت غير لا ما يدي شويه شوفوا هنايا يعني حطيت الماء حطيته قبل يغلي بيان سور كي لي زعما راح نطيب لاتاي آه نستعمل كسارا ولا هنا آه اتاي في رمشه من العين فريمون آه يعني آه واش نقولكم من آه اجمل المنتجات يعني اللي آه تحصلت عليهم فوالا voilà. شوفوا هنا يعني حطيت ثلاثه دوك نزيد نعبص عليه ونخليه يغلي ها نعبص غير لو بوطون ونخليه تو سويت بدا يغلي ومن بعد خليت لاتاي ديالي طلق تري تري بيان ورحت وجدت للعائله ديالي لاتاي الله الله مع كانوا عندي حبيبات تاع مقروط كنت مخبيتهم هنا راح نزيد النعناع كيغلى على تاي ديالي راح نزيد له النعناع ديريكتومون في هذيك الصفايه فوالا ولا هذاك لو فيلتر ميم هذاك لو فيلتر نقدروا نستعملوه كي نعودوا نسخنوا في الماء باش يعني يفلتر لنا الماء قلت لكم البنات كنت مخبيه حبيبات تاع مقروط جبتهم سبحان الله كيما كانوا يوصونا يقول لك خلي من غداك العشاك وما تشفي فيك عداك فريمون نضحككم شويه كانت خالتي كنت كان ولادي صغار كنت نربي كنت كنت دائما 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 بريكولي في الكوزينه كنت تشوفني ندير لي وانا كنت اللي نطيبها نحطها ما عنديش هذيك طبيعه تاع نخبي في الكونجيلاتور ولا تزقع لي. تقول لي يا طفله دائما كنت توصيني مسكينه تقول لي دائما كي طيبي خلي قسط بيسي وخبيه يجيك واحدة على غيله ماشي انت نهار كاملة وانت تخدمي ومن يجيك واحدة على غيله ما تلقايش واش تحطي اي يعني يا <applause> حسره جي <applause> مي دو طون باش تعلمت هاد هاد الطبيعه هادي ايبا خبيت با خبيتي فوالا اليوم يمكن نفحت لي ندير اتاي جبت المقروط وعسلت والله الله مع كان عندي شويه تاع الكاوكاو وشويه تاع المايس وحنا جوزنا سهره كيما راكو تشوفوا شهيدكم ان شاء الله في الجنه هادي يا حبيباتي بالنسبه فيديو تاع اليوم ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم ونقول لكم حبيبات قلبي تهلاو لي في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته